إلى موضوع آخر، حيث يعود الحديث في كل مرة وبقوة عن نهب العقار الصناعي بالجزائر في ظل غياب شبه تام للرقابة خلال عملية توزيع الأوعية العقارية ومرافقة مراحل تجسيد المشاريع الاستثمارية. تقرير سوري شعلال. الامتيازات التي منحتها الحكومة للمستثمرين الصناعيين خاصة فيما يتعلق بالعقار الصناعي قد يكون سلاحا ذو حدين، فبالقدر الذي يفتح أفقا واعدة لبعث الاستثمارات بقدر ما يكون فرصة للانتهازيين للعبث بالعقار، وهو ما تم تسجيله في السنوات الأخيرة. تقييم نتاع عملية منح التسهيلات في مجال الاستثمار يعني أبانت على العديد من النقائص، من بينها أن بعض المستثمرين يعني يتحصلون على أراضي وتحول هذه الأراضي لأغراض أخرى غير أغراض الاستثمار، وإلا تترك مهملة. مخطط الحكومة الأخير لوضع دفتر شروط جديد لامتيازات العقار الصناعي خطوة مهمة، لكن غياب تنظيم استراتيجي في عملية التوزيع وعدم تطبيق القوانين وغياب تام للشرطة العقارية حال دون تنظيم القطاع العقاري. أكيد الضوابط الأساسية لمنع أي نهب العقار هو القانون، وبالتالي تطبيق القانون واحترام دفتر الشروط هو الضابط الوحيد لمنع نهب العقار. إذا منع المحسوبية وتطبيق القانون الصارم وإنشاء شرطة عمرانية متخصصة في متابعة هذه المشاريع أعتقد هي السبل الوحيدة لمحاربة هذه التجاوزات التي تتم على العقار الصناعي. في انتظار صدور قانون الاستثمار الجديد وتطوير الصناعة قريبا، يبقى مشكل استحواذ اللوبيات على العقار الصناعي في الجزائر أكبر حاجز يقف في وجه المستثمرين المحليين.